المحفل محفل مصري أصيل، والجلسة جلسة عيلة واحدة، وبكده بتكون مهمة الحديث مهمة سهلة. ما بحملش هم إن أنا أتكلم في وسط عيلتي في وسط أخواتي. سيادة السفير ممثل لكل المصريين، وجوده بلا شك على المستوى الرسمي شرف وبركة، وعلى المستوى الشخصي، وده اللي أنا بحب أركز عليه لو يسمح لي سيادة السفير، على المستوى الرسمي له كل الاحترام والتقدير، وعلى المستوى الشخصي له كل الحب والاحترام والتقدير. شخص ودود، متضع جدا، لطيف جدا. أنا اتحدثت وياه أكثر من مرة تليفونيا، ولما قابلته النهاردة لقيت إن الصورة اللي في مخيلتي أضعف بكتير من الواقع. إنسان ودود محب، كلنا نشرف بإننا نكون إخوة له، وهو يكون ممثل لكل المصريين. أنا متغرب عن مصر مدة طويلة، مش عارف جايز في منكم أقدم مني، لكن أنا من القدامى، لي 35 سنة برا مصر، ودي مدة سهلة، يكفي إن أنا أحسبها إنها نص عمري، فمدة طويلة، فأعرف معنى الغربة إيه، خصوصاً إن أنا ما خدتش قرار بنفسي. أنا راجل مكلف في عمل وفي خدمة، فما خدتش قرار بنفسي، فحاسس جداً بالغربة، جداً. واللي حدث مؤخرا كان شيء مؤلم جدا، زاد على الإحساس بالغربة مشاعر أكبر بكتير من كده كمان، يعني بقت المشاعر متضاعفة، لأن اللي حصل ما كانش أمر سهل. صحيح كندا بلد جميلة، وما بننكرش إن هي فتحت لنا أبواب ورحبت بينا، ولها يعني لينا فيها ذكريات، ولينا فيها لا فضل، يعني عايز أقول، لكن ما تحلش محل الأم أبدا. لا يمكن تحل محل الأم. الأم هي اللي بتعرف تطبطب، الأم هي اللي بتعرف تحتضن، الأم هي اللي بتحن، هي اللي بتشجع، هي اللي بتجيب لك حقك، لأنها أمك بتحس بيك. وده اللي أنا شعرت بيه في الحادث الأخير، وبتكلم بالصدق لأن بتكلم في وسط إخواتي، مش بتكلم كلام مجاملة، ولا محضر كلام صدقوني، ولا مذوق كلام، بالعرف. دي مشاعري. فأكثر من مجال، وفي الميديا لما سئلت حتى الميديا الكندية، قلت لهم اللي بيطبطب علينا هو مصر. إن سيادة السفير يكلمني أكثر من مرة، وزيرة الهجرة تتصل بي بنيافة الحضر الجليل أسقفنا الأمامينا، وسفير أشرف منير أيضا يتصل بي ويوعده بوعود ويوفوا بالوعود إن مصر هتجيب لك حقك. أنا عندي أخبار حلوة يمكن النهاردة بس سمعناها، إن البوليس الكندي RCMP اتصل بينا الصبح وقالوا إن هم مسكوا suspect، which is good news. لكن الأكثر جمال إن أنت تسمع منهم هذه العبارة: You have friends up there, they put pressure and they help you. This is the Egyptian government. فده يعني شيء. They admitted that. قالوا كده باللفظ. في ناس عاليين من فوق حاطين بريشر وبيساعدوك. And I believe this. لأن دي أمي اللي أنا بفتخر بيها. أهلا بمعالي السفير. أهلا بالسيدة حرم. أهلا بيكم كلكم. وربنا يخليكم لنا وتعيشوا لنا دائما.